جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة بعث بها سوداني يقول في هذا السؤال: سؤالي، قمت بأخذ مبلغ 1000 ريال في حاجة إليه شديدة، ولكن بشرط أن أعطي صاحب هذا المبلغ 500 ريال فائدة، وأعطيته المبلغ بعد فترة 1500 ريال من الزمن، هل في ذلك ربا أم لا؟ مأجوري. هذا هو الربا الصريح، إذا اقترضت منه نقودا بشرط أن ترد عليه أكثر منها، إن هذا هو الربا الصريح، قوله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا، وأجمع أهل العلم على أن هذا ربا. أما إذا أقرضك احتسابا لوجه الله عز وجل، ولكن هو من غير اشتراط زيادة ولا تطلع إليها، ولكنك أنت عند الوفاء زدته زيادة من باب المكافأة له، شكر له على صنيعه، فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم أحسنكم قضاء. استسلف صلى الله عليه وسلم بكرا من الإبل، رد مكانه خيارا رباعيا، وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم أحسنكم قضاء. فهذا يعتبر من حسن القضاء لا من الربا. نعم.